عبودي ما شاء الله تبارك الله، جسمك الآن تبارك الرحمن بين زيادة ونقصان. الآن أنت دخلت نادي ودخلت مع مدرب وأخصائي تغذية أتوقع، وما شاء الله تبارك الله الموضوع فرق 180 درجة ولله الحمد. طيب تنصح بقص المعدة، تنصح بالأشياء هذه؟ لا شوف، كل ما ذكرت أنا أنصح أخصائي تغذية، نادي، برنامج رياضي كذا، هذا كله أنصح به. القص ترى هو علاج، وله ناس فعلا ضروري انه يقص، والفلسفه دي انا ما اقدر ادخل بها لانها علميه وطبيه، فانا ما اجهل بالموضوع ذا. لكن اللي ما اجهل فيه، انا جربت الرياضه من بعد ما تركت اللعب ككره قدم، يعني سواء بالحواري او النادي، صار كل اللي يعني حولي، شفت اني اكل وانا ما ادري، يعني مثلا اكل من اول والعب مع النادي او العب بالحارة تحرق، احرق. نعم، فبعد ما توقفت صرت اكل ولا احرق، ايوه، فزاد الوزن، فصرت ما اقدر اسيطر على نفسي، اروح احاول احرق ما اقدر، النفس ما فيه. وحتى لو اروح اتمرن، متعود على تمارين جامد شوي، جلد، يعني تحس انه اي مكان ادخله احس لا، التمرين ذا ما يصلح لي، واحد اثنين ثلاث ما اعرف، ايه ابي اجلد كارف، عطني الكارديو. فهمت علي؟ كل صالة ورا صالة عجزت، ومن يجي الشتاء ويقتل كل اللي انت سويته، إيه، اكل وشرب طبخ وسفريات وروحات. المرة هذه لا والله، القرار جاء خلاص، صملة وبإذن الله ما في رجع، لأنه فعلا وصلت عندي، عرفت وش اللي احتاجه وآكله. هذا يرجع لموضوع أخصائي التغذية، شكرا للأمانة، يعني موضوع أكل، والله الموضوع أكل وشوية رياضة. لا والله مو شوية، يعني لو أقول لك رياضتي اللي نزلتني من 135 إلى 114، ما شاء الله تبارك، 135 إلى 114، كم حدود 20 ولا حاجة؟ عليك الحساب. إيه. زين. إيه. هذه النزول كان ترى مشي 40 دقيقة. نعم. ما أقدر أصل ساعي عشان الركب. إيه. والوزن ضاغط، ف40 دقيقة مع برنامج غذائي أعطاني إياها.